بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه رضا حاتم. فيديو النهارده عن فكره مشروع كبير. مشروع النهارده مشروع استثماري ضخم، مشروع لاي راجل كبير او اي شاب معاه راس مال كبير وعايز يبدا في مشروع كويس جدا. مشروع النهارده عن تصنيع منتج. المنتج ده بيتم استيراده بنسبه 90% سنويا. مفيش غير 3 مصانع او 4 مصانع بالظبط موجودين في مصر، اما بالنسبه للدول العربيه مفيش الا بعض المصانع اللي معدودين على الايد اللي موجودين في الدول العربيه اللي بيصنعوا المنتج ده. مشروع النهارده مشروع مضمون بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. عايزك تركز في فيديو النهارده لان في كميه معلومات لاول مره تسمعها على اليوتيوب، وخلي بالك المعلومات اللي انا هقولها في فيديو النهارده مش هتلاقيها موجوده على اليوتيوب، لان الحمد لله والفضل لله احنا بنجيب المعلومات من المصانع اللي شغاله في تصنيع المنتج ده. عايزك تفهم كل حاجه، وقبل ما نتكلم في اي تفاصيل حابب اللي انا اقول لك ان انت تعمل لايك للفيديو تأديا على المجهود الجبار اللي احنا بنعمله في الفيديوهات. تاني حاجه تعمل شير للفيديو لعل وعسى حد يستفيد من فيديو النهارده. مشروع النهارده عن تصنيع منتج. المنتج ده هو ايه؟ هو منتج استك النقود او استك الفلوس. ومشروع تصنيع استك الفلوس او الاستك المطاط من المشاريع الناجحه جدا ولكن غير منتشره، لان المنتج ده بيتم استيراده بشكل كبير جدا بنسبه حوالي 90% من الدول، سواء تايلاند او الهند بيتم استيراده بشكل كبير جدا. ويستخدم الاستك المطاط في ربط النقود او ربط الفلوس وكمان ربط الاكياس، وبيستخدم بشكل كبير جدا في كتير من الصناعات، وفي شركات كتيره جدا بتستخدم الاستك المطاط، ومع الاسف بيتم استيراده بنسبه 90% سنويا. ولكن ده بيساعد ان المشروع اللي انت هتبدا تشتغل فيه ان شاء الله هينجح بشكل كبير جدا لو حضرتك سوقت ليه بشكل صحيح. ده بالنسبه للاستك المطاط بيتم استيراده بنسبه 90%. حضرتك لو فتحت المشروع ان شاء الله هتكون نسبه نجاحه عاليه، ولكن لازم تسوق له بشكل صحيح. النهارده هنتكلم عن كل شيء عن الاستك المطاط من الالف للياء، وهنتكلم عن معلومات حصريه. اول حاجه فكره المشروع، وقبل ما اقول لك على فكره المشروع حابب اقول لك على معلومه مهمه جدا، ان الاستك ده بيتصنع من المطاط، والمطاط ده فيه منه نوعين، مطاط طبيعي اللي هو بيستخدم او بيستخرج من الاشجار، ومطاط صناعي. مطاط صناعي ده بيكون عباره عن شكل حبيبات، اما المطاط الطبيعي ده بيكون عباره عن شكل عجين، بعد ما بيتم تصنيعه بيكون عباره عن شكل عجين، ماده من المطاط، تمام؟ خلي بالك من المعلومه دي كويس. النهارده احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن تصنيع الاستك من المطاط الصناعي، اما بالنسبه لتصنيع الاستك من المطاط الطبيعي فده بيكون تكلفته عاليه جدا او راس ماله بيكون كبير جدا، انما انا بسهل على الشباب. هنتكلم النهارده عن تصنيع الاستك من المطاط الصناعي. طب خط الانتاج اللي انا هتكلم عنه النهارده ده ممكن يصنع ليه برضه الاستك من المطاط الطبيعي؟ ممكن يصنع ليك الاستك من المطاط الطبيعي. طب ايه الفكره بقى؟ الفكره يا جماعه ان الاستك اللي بيتصنع من المطاط الطبيعي بيكون له ماكينه اسمها ماكينه او خط تحضير الاستك المطاط، والخط ده بيكون تكلفته ممكن تدخل في حوالي 20,000 دولار، ده الخط اللي هو بتاع تحضير الماده الخام فقط. انما حضرتك انا جاي النهارده اتكلم عن تصنيع الاستك من المطاط الصناعي. فكره المشروع، ان حضرتك بتجيب خط الانتاج المكون من 4 مراحل هشرحهم لك دلوقتي بالتفصيل، وبعد كده بتجيب الخام اللي هي ماده المطاط الصناعي، بعد كده بتبدا تصنع الاستك، وبعد كده بتبدا تعبيه في اكياس بلاستيك وتوزعه في السوق. دي الفكره بكل بساطه، ولكن انا حبيت اقول لك الملحوظه اللي كانت في الاول. بعد كده مكونات خط الانتاج. خط الانتاج زي ما انا قلت لك بيتكون من 4 مراحل. اول مرحله اللي هي اله البصق. اله البصق ده اللي هي ايه؟ واحده واحده كده افهمك وابسط لك المعلومه واحده واحده. اله البصق ده اللي هي ايه؟ الماده الخام بتكون عباره عن حبيبات بتتحط في حاجه اسمها ادوس. الادوس ده يا جماعه بيبقى تحت منه حاجه اسمها سخانات. ده كله في الاله الاولى او الماكينه الاولى اللي هي حضرتك بتحط الحبيبات في الادوس. الادوس بيكون فيه سخانات، السخانات دي بتبدا تسيح او
تصهر المادة الخام، تسيح بالبلدي أو تصهر المادة الخام، بعد كده بتبدأ تضخها في القالب. القالب ده بيطلع لك الخام أو المطاط على شكل اسطوانات. الاسطوانة دي قطرها 5 سنتي زي اللي انت شايفه في الفيديو بالظبط. يبقى أول حاجة اللي هي ماكينة البصق، ماكينة البصق بتحط فيها الحبيبات، بعد كده الماكينة بتبدأ تعمل عملية انصهار للحبيبات وتضخها في القالب. القالب يبدأ يطلع لك الأستك على شكل اسطوانة أو على شكل خرطوم. الخرطوم ده قطره بيكون 5 سنتي. بعد كده تدخل على المرحلة الثانية، المرحلة الثانية اللي هي حوض التبريد، وحوض التبريد ده بيكون طوله 4 متر. حوض التبريد ده بيكون عليه مضخات، المضخات ديت لتقليب المياه، وكمان بتقلب المياه وبتساعد على تبريد المياه. المضخات ديت بتكون متصلة بست خراطيم، الخراطيم دي اللي هي بتنزل المياه اللي هي بتسحبها من الحوض وبتبدأ تضخها تاني. ده اسمه المضخة اللي هي بتقلب المياه او بتعمل عملية تبريد للمياه. بعد كده الخرطوم بيدخل في حوض التبريد اللي هو طوله 4 متر. بعد كده بتدخل على الماكينة الثالثة الا وهي ماكينة السحب. ماكينة السحب دي بتكون عبارة عن سير، السير ده بيكون من فوق مطور ومن تحت مطور. السير ده بيكون طوله متر، السير ده بيبدأ يسحب الخرطوم من حوض التبريد ويدخله على الماكينة الاخيرة اللي هي ماكينة التقطيع. وماكينة التقطيع ده بتبدأ تقطع لك من 120 استك الى 200 استك في الدقيقة الواحدة. طب خط الانتاج اللي انا بتكلم فيه ده قدرته الانتاجية كام؟ قدرته الانتاجية 50 كيلو في الساعة، 50 كيلو من الاستك المطاط في الساعة الواحدة. ده بالنسبة لمراحل تصنيع الاستك او الاستك المطاط، سواء بقى من الاستك من المطاط الصناعي او المطاط الطبيعي، لان في ناس بتجيب مطاط صناعي وبتضيف عليه مطاط طبيعي عشان تطلع جودة كويسة، تمام؟ ده في ناس حسب الخامات اللي انت هتستخدمها بعد كده ان شاء الله. ملحوظة يا جماعة ان الاستك الخارج من الماكينة بيكون قطره 5 سنتي، ده المقاس المتعارف عليه ما بين التجار سواء في مصر او خارج مصر. قبل ما اقولك على اماكن البيع وسعر خط الانتاج، هقولك الاول على التجهيزات الاساسية. اول حاجة الموقع، ويفضل ان الموقع ده يكون في منطقة صناعية. تاني حاجة المساحة. بص انا هقولك على طول خط الانتاج، الطول في العرض في الارتفاع، وهقولك برضو على المساحة المناسبة. طول خط الانتاج طوله 10 متر، عرضه متر ونص، عرض خط الانتاج متر ونص، ارتفاع خط الانتاج 2 متر. طيب يا استاذ رضا، المساحه المناسبه اللي انا ممكن ابدا بيها، حضرتك ممكن تبدا من 200 متر، ولكن يفضل ان تكون المساحه لا تقل عن 300 متر بس، لكن بس ممكن تبدا ب 200 متر. ثالث حاجه التراخيص، والتراخيص مهمه جدا. لو حضرتك ان شاء الله نويت ان انت تصدر للخارج، بالنسبه للمنتج ده، لانه بيطلب بكميات كبيره جدا. بعد كده سعر خط الانتاج واماكن البيع. سعر خط الانتاج بالنسبه للناس اللي موجودين في مصر، سعر خط الانتاج 29,000 دولار. دي بالنسبة للناس اللي موجودين في مصر 29,000 دولار. طب بالنسبة للناس اللي هم خارج مصر، مثلا في الكويت في الامارات، بص الشركة قالت لي ان الناس اللي موجودين في مصر سعر خط الانتاج 29,000 شامل الشحن والنقل والتركيب، تمام؟ طيب لو حضرتك عايز خط الانتاج بدون شحن، حضرتك اللي هنشتري ليك من الصين، وحضرتك بقى اللي هتبدأ تشحنه بمعرفتك سواء في الكويت او في اي مكان، حضرتك هيبقى سعر خط الانتاج 21,000 دولار. اما بالنسبة للناس اللي داخل مصر، سعر خط الانتاج 29,000 دولار. هبدأ اشتري خط الانتاج ده منين؟ تشتري من شركة بروتكشن، شركة بروتكشن للاستيراد والتصدير، من الشركات المحترمة جدا الاستاذ احمد حسين. شركة بروتكشن بتبدأ اللي هي تستورد لك خط الانتاج، وكمان بتبدأ اللي هي تدربك عليه وتركب لك خط الانتاج. لو عايز تعرف عناوين او ارقام شركة بروتكشن، هتلاقي جميع العناوين والارقام موجودة في لينك الموقع في اول تعليق. انزل على اول تعليق هتلاقي لينك الموقع، ادخل هتلاقي ارقام شركة بروتكشن، تواصل معاهم لو عندك اي استفسار بخصوص خط انتاج تصنيع استك النقود او الاستك المطاط. بعد كده التسويق، وقبل ما ان انت تفكر تحط خطة تسويقية للمشروع، لازم الاول ان حضرتك تشوف المطاط اللي انت هتبدأ تشتغل بيه. المادة الخام دي يا جماعة بيتم استيرادها
من اماكن كتير زي الصين. لازم الاول تضمن بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي انت تضمن مكان هتجيب منه المادة الخام سواء الصناعي او الطبيعي. الخط ده ممكن تشتغل عليه بالمادة الخام اللي هي الطبيعي، ده عادي. لو المادة الخام الطبيعي جاهزة ممكن تشتغل بها على خط الانتاج ده، انما معظم الناس بتشتغل الخام اللي هو المادة المطاط الصناعي. معظم الناس بتشتغل الصناعي، وفي ناس بتحب اللي هي تعلي من الجودة بتاعت الأساتك بتحط مطاط طبيعي مع مطاط صناعي. يبقى أول حاجة اللي هو التسويق، وقبل التسويق تأكد من أماكن اللي هي بتبيع المادة الخام، تمام؟ طب بالنسبة للتسويق أقدر أسوق فين؟ حضرتك تقدر تسوق أونلاين، وبتشوف الأماكن والتجار اللي الناس، يعني في تجار كتير جدا بتستورد المنتج ده بكميات كبيرة جدا. طب أنا أوصل للتجار دي، أوصل للتجار دي إزاي؟ عن طريق حملة إعلانية ممولة كبيرة، حملة إعلانية كبيرة عشان توضح للناس إن أنت عندك مصنع بيصنع المنتج ده، وبدل ما يستوردوه من الصين أو تايلاند أو الهند أو أي مكان حضرتك بيبدأوا يشتروه منك. ودي فرصة كويسة جدا، لان المصانع اللي مفتوحة في مصر حوالي 3 او 4 مصانع معدودين على الايد. النصيحة اللي بقولها في كل فيديو، اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل الناس، اسأل التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب قبل ما تبدأ تشتغل في اي حاجة نهائي. لقيت المشروع مناسب لك، ابدأ واشتغل وتوكل على الله واعمل دراسة جدوى تفصيلية. لقيت المشروع مش مناسب لك، ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتلاقي فيها افكار تعجبك. ده كان فيديو النهاردة على قناة رضا حاتم، اشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء.